أصبح شيء ما تصور الحياة وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا حاجب، أمرك مولاي. هات لي الوزير وابن عازم في موضوع مهم. أمرك مولاي. مولاي السلطان يطلب حضوركم. أمرك مولاي. تفضل يا سيادة الوزير. إيه الأخبار يا مولاي؟ والله كله تمام يا ابني، ولكن صحتي مش تمام، والمرض بدأ ينتشر في جسمي. ألف سلامة عليك. الله يسلمك، ولكن أنا عايزك في موضوع أهم. إيه هو الموضوع؟ الولاية. معلش. أنت هتستلم. إزاي بس؟ ده الموضوع صعب. مسؤولية كبيرة عليا. ولا مسؤولية ولا حاجة. كل أهم حاجة فيه مسجد الحاكم. إشمعنى مسجد الحاكم؟ عشان دي البداية. وأنا هشرح لك إزاي كانت البداية في مسجد الحاكم. بحضور الوزير. من عادة الحكماء يا مولاي انهم دايما بيعملوا مبنى كبير، صرح عظيم يؤم المسلمين، يؤمهم الصلوات الخمسة كلها، ويكون صرح خالد باسمك الى يوم الدين. زي ايه كده؟ جامع العزيز. جامع العزيز، فكرة حلوة. مين يقدر ينفذ لنا الجامع دول؟ بس عايزين جامع مش زي بقية الجوامع، عايزين جامع لا مثيل له، فريد. مولاي في معماري جديد اسمه المختار. المعماري دوت دايما بيشتغل بنظام الجوامع التونسية، حاجة نحن بها الى بلادنا. ايه ده ينفذ اللي احنا عايزينه؟ اظن يا مولاي انا ممكن في خلال يومين اجيبه يتقابل مع حضرتك وتبلغه بامانيك. نبدأ في تنفيذ الفكرة حالا. امرك يا مولاي. بص يا خواجة. ايه حبيبي؟ احنا جبناك مخصوص من اقاصي الارض عشان مولانا الملك عايز يعمل في قطعة الأرض الكبيرة اللي قدامنا دي مسجد يليق باسمه، يليق باسم العزيز أمير المؤمنين. مولانا اختار صحيح حبيبي. قطعة الأرض دي يا خواجة على مساحة 14,000 متر، يعني مساحة شاسعة. ثانية حبيبي، ثانية أسجل المعلومات اللي أنت بتقولها لي حبيبي. تفضل حبيبي. 14,000 متر مساحة شاسعة، ممكن نعمل فيها صرح كبير عظيم يؤم المسلمين ويتجمع فيهم كل يوم 5 مرات. تمام. مولانا عنده ميول للوطن، عايز يعمل تفاصيل تحسسه انه مازال قاعد في تونسيا. ده حاجة حبيبي هتاخد وقت كبير، بس هو مولاك اختار صحيح. انا هحاول اظبط الرسومات بتاعتي واجي لمولانا في اقرب وقت حبيبي. بص يا خواجة، احنا ما يهمناش الفلوس، ما يهمناش تكلفة الانتاج، ما يهمناش الوقت، اهم حاجة مسجد يليق باسم امير المؤمنين مولانا العزيز. ان شاء الله حبيبي هيطلع حاجة لم يسبق لها الوجود. مولاي امير المؤمنين المعماري مختار. اهلا بيك مولاي. اهلا بيك يا معماري. قلت له على اللي احنا عايزينه؟ نعم يا مولاي. انا جهزت بعض الرسومات لحضرتك حبيبي. الرسومات دي هتبين قد ايه الصرح اللي احنا هنعمله هيبقى صرح عظيم حبيبي. الوزير قال لك احنا عايزين ايه بالظبط؟ حضرتك مولاي. مولاي هنا المسجد بتاعنا هيبقى على مساحه 14,000 متر مربع حبيبي. عند حضرتك يا مولاي الضلع الاكبر 120 متر موجه ناحيه القبله زي ما حضرتك عارف. تمام. الضلع الاخر مولاي 113 متر. هيكون ان شاء الله صرح عظيم مولاي. في النص في المسجد ده هيبقى كورت يارد. الكورت يارد ده مولاي لو الصح الصح. تمام. كورت يارد مولاي. تمام. كورت يارد ده حضرتك هيبقى فيه محاط باسوار من تحت. ارشد بوينتس. ارشد بوينتس بايرز نوت كولومز مولاي. الجزء ده حضرتك احنا بنفكر، مش عارف انا هاخد راي حضرتك فيه، بنفكر ان انا اعمل حاجه عليه ستيب كرنيشنز بتبقى عليه حضرتك، مش عارف تعرفها ولا. عرايس السما. عرايس السما مولاي. ستيب كرنيشنز. تمام.
تمام خبير. عايز اعرف حاجه صغيره، الصحن دوت هيكون مساحته قد ايه من الجامع نفسه؟ حضرتك مولاي ده هيبقى 70 متر في 80 متر مولاي. ده كبير قوي. ده هيبقى بيدي فيو تحفه للمكان مولاي. حضرتك هنا هنقسم المسجد ناحيه القبله، هيبقى فيه 3 دومز من فوق. 3 دومز دول مولاي الدومز اللي في النص فيهم بتبقى فوق المجاز، طبعا حضرتك عارف اهميه المجاز. طبعا حضرتك هنا في الانترنس بتاعك فيه producing entrance. تمام. producing entrance ده مولاي هيبقى first use cave stone، دي تبقى حاجة تحفة في الصرح بتاعنا. أول مرة هنستخدم الستون في الكيف نحن نعمل producing entrance speed. تبقى حاجة حلوة قوي. تمام مولاي. هيبقى فيه حضرتك يا مولاي حاجة بتدل زي ما حضرتك عارف إن المسجد بيبقى فيه دلالة عليه. في المأذنة. فهنعمل two minutes حضرتك. طبعا كل حاجة معمول حسابها مولاي. طبعا. two minutes حضرتك هيبقوا هنا. عشان طبعا وانت داخل يبقوا بيدوك producing على المكان حضرتك. 2 minutes هنا. انا مش شايف ان حضرتك هيطلع مكان صرح عظيم ان شاء الله يعني يعجب حضرتك يا مولاي. في حاجة تاني ممكن نزودها ولا كله كده تمام؟ اهم حاجة يا معماري نحط الزخارف اللي بترجع لمولانا الاصول بتاعته. بترجع لمولانا حنين. طبعا خبيبي طبعا خبيبي كل ده معمول حسابه في الاليفيجن بتاع المسجد ده، كل ده هتشوفه قريب على الارض واقع خبيبي. لا تقلق خبيبي لا تقلق. عايزين نشوف حاجه تشرف ان شاء الله مولانا. انا تحت امر حضرتك مولانا. تمام خد يا وزير طلب. بعد اذن حضرتك مولانا. اتفضل. حلو ولا ولا معماري اصلا ادخل. اتفضل. اهلا خبيبي. اهلا يا معماري. أهلاً خبيبي، استأذن حضرتك في الأرض خبيبي. اتفضل. شكرا خبيبي، شكرا. خبيبي احنا كنا اتفقنا على البلانز بتاعتنا. كل حاجة جاهزة خبيبي، خلاص احنا جاهزين على التنفيذ. الرسومات كلها جاهزة؟ تمام تمام كله مولاي. كل حاجة؟ كله جاهز مولاي لا تقلق، كله تمام. بس ناقص حضرتك خبيبي هي الإمضاء، هي الإمضاء اللي تضمن حقي وحقك خبيبي. استأذن حضرتك في الإمضاء خبيبي. أبص على الرسومات طيب؟ اتفضل خبيبي اتفضل. ان شاء الله خليني صرح اللي يبقى اعظم صرحه في المكان. هنبدا تنفيذ امتى ان شاء الله؟ خلال يومين خبيبي ان شاء الله نحضر الناس ونبدا خبيبي ان شاء الله. استاذنك في الخروج. اتفضل. شكرا. دي الوزير. امرك مولاي. الوزير مولاي. اتفضل. امرك يا مولاي. كنت عايزك في موضوع مهم جدا. اتفضل يا مولاي. كنت عايز اعمل قصر معماري يخلد فيه اسمي زي والدي. زي ايه بالظبط؟ زي مسجد العزيز. نظرا للظروف الاقتصاديه اللي موجوده في البلد والمجاعات اللي بتحصل والثورات اللي موجوده، احنا مش هينفع نبني حاجة، فاحنا المفروض نغير اسم جامع العزيز لجامع الحاكم. الفكرة هايلة جدا، بس هنعمل ازاي؟ وما جميع المنحوتات اللي في الجامع باسم والدي. قصدك على المنحوتات اللي موجودة في المأذنة؟ ده حقيقي.
انا ممكن اجيب المهندس اللي انشا المسجد ده. دي فكره هايله. هات المهندس. بس هنعمل كده ازاي والدي لسه عايش؟ احنا لازم نتقبل الحل اللي انا هقوله لك دلوقتي. اتفضل قول. احنا لازم نتخلص من عزيز. نتخلص من مين؟ والدي انت مجنون؟ انت واعي اللي انت بتقوله ده؟ ازاي تخلص من والدي؟ ازاي؟ استحال. ما ينفعش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ رد عليا. تخلص من والدي؟ استحال. ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. وبعدين هنعمل ايه في المهندس؟ المهندس احنا ممكن نتخلص منه. والدي انت واعي اللي انت بتقوله ده؟ تخلص منه ازاي؟ طب وبعدين هتخلص منه ازاي؟ ممكن السلطان عشان يثق فيك احنا ممكن نقدم له الطعام ونحط له سم في الشراب وانت تقدمه له. وانا اللي اقتله بنفسي؟ الظروف تحكم. بص يا حبيبي، انا سمعت ان في اشاعات في البلد اليومين دول. اشاعات؟ اشاعات ايه يا ولد؟ الحاكم عايز يخلد اسمه زي ما العزيز والده عمل. طبعا انت زي ما انت شايف الظروف اللي احنا فيها، هو كان عايز يبني مسجد، ده اللي انا سمعته. طبعا نظرا للظروف اللي احنا فيها والمجاعات والحرائق اللي بتحصل، هو مش عارف يعمل كده. فسمعت انه هيغير مسجد العزيز الاسم بتاعه ويخليه باسم مسجد الحاكم. وطلب مني ان انا احضر عنده. خايف من حاجه يا ولد؟ انا هقول لك يا حبيبي، هو طلب مني ان انا احضر عنده. رحت له وطلب مني ان انا اغير المأذنه القاعده بتاعتها من تحت، ان انا اغير البيس دي، الجزء المنحوت عليها هو الاسم بتاع العزيز. فهو تقريبا الاشاعات دي طلعت صح، فانا عايز اضمن حق العزيز في المسجد بتاعه، واديك الوثيقه دي اللي بتثبت امضتي وامضه العزيز عليه، وبتثبت ان المسجد ده باسم العزيز. انت هتخلي الوثيقه دي معاك عشان لو حصل لي حاجه، وان شاء الله يعني نضمن حق الراجل في المسجد بتاعه. حاضر يا والدي. تمام. ازيك يا والدي؟ وازاي حالك؟ ازيك انت يا ابني؟ الاخبار؟ والله الحمد لله كله تمام. طمني عنك وعن صحتك. والله الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله. الحمد لله الحمد لله. اخبار البلد ايه؟ والله الحمد لله يا والدي. الاخبار ماشيه كلها؟ كله تمام كله تمام، ما تقلقش. الحمد لله. انا كنت جاي لك، كنت عايز استشيرك في موضوع صراحه يا والدي، كنت قلقان. اتفضل قول. مالك يا مالك يا ايه؟ مفيش. اي حد يجيب ميه بسرعه. مالك يا ولدي؟ شويه تعب بس الحمد لله. هات وزير. اتفضل يا ولدي. ربنا يخليك. الف عنا. الحمد لله. الميه دي طعمها غريب ليه؟ الف عنا. ما فيهاش حاجه يا ولدي. الف عنا. طعمها غريب يعني مش حاسه. الف عنا. في حاجة غريبة. مالك يا ولدي؟ مش حاسس ان في ايه؟ مش عليك مالك؟ والدي احنا رايحين فين كده؟ رايحين عند الحاكم. ايه بس ده مش طريق الحاكم. ما انا اوديك من طريق تاني. تمام. مسجد العزيز. السلام عليكم قاضي. احنا كنا خلصنا بنا مسجد العزيز، وده ما يثبت ان انا اللي بنيه وانا اللي مخلصه. كنت عايز اغير اسمه من مسجد العزيز لمسجد الحاكم. دينا الورق نطلع عليه. اتفضل يا سياده القاضي. الحكم بعد المداولة. لازم يموت. صح. خلاص بقى. هو طول بقى. خلاص. تمام.
قررنا نحن بإجماع المستشارين نصب مسجد الحاكم. مين انت؟ انا ابن المهندس. الراجل ده قتل. الراجل ده كذاب، مش هو اللي بنى مسجد العزيز وقتل المهندس وقتل ابوه ومعايا ما يثبت بكده. وريني ايه الاسباب. مين ده يا سعاده القاضي؟ انت مين انت؟ استنى دلوقتي. امضة مين دي؟ امضة المهندس. سعاده القاضي الكلام ده غلط. استنى. انا اللي بني المسجد. يعني انت قتلت ابوك وتخلصت منه وجاي تنسب ويسه ليك.